مشاهدينا الحلوين الطعمين، اهلا وسهلا بيكم في رحله جديده من رحلتنا السعيده. يلا بينا على طول نستقبل ضيوفنا اللي منورنا النهارده ونتعرف على الاسرتين اللي جايين يقضوا معانا وقت حلو وسعيد. الاستاذه ايلا، ازيك؟ الحمد لله. ممكن تعلي صوتك بقى وتعرفين على نفسك وتقولنا عندك كام سنه وفي سنه كام وكده؟ 5. عندك كام؟ 5. 5 دول اللي هم كام؟ 5. 5 بيغششك. 5 ماشي. استاذ آسر عندك كم سنة؟ 9. 9 يعني. أيوه عارف أنت كل حاجة. سنة كام بقى؟ بريميري 4. بريميري 4 ماشي. جاهز تلعب معانا النهاردة؟ جاهز. ماما؟ أنا اسمي إيمان رضا. أهلا وسهلا. إحنا من اسكندرية. أهلا أجدع ناس. يا سلام يا سلام. سلام يا رب. أنا بشتغل كيدز فاشن بلوجر. أيوه. لي علاقة بتصوير الولاد والفاشن وكده. يا ولد. وهي بالمناسبة أيلا موديل برضه. يا سلام. بتقفي بقى تتصوري كده وكده وكده؟ وريني كده بوست. وريني بتقفي ازاي؟ يا سلام يا سلام. ماشي عندنا مواد النهارده يتجنن وعمرايا. الاستاذ اسماعيل ابو العطا. ايوه. شغال مهندس بحري. وعندي 46 سنه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. مهندس بحري. اوكي الموضوع كبير قوي. هنبقى نشرحه بقى، تبقى تشرحه لي بقى في البوست. ماشي. الاستاذ الاسره الثانيه بقى، الاستاذ تميم. تميم رزع بالتوام. ماشي. عندكم سنه؟ 7. 7. في سنة كام؟ كيجي 2. اوكي ماشي. واخوك اسمه ايه؟ سليم. سليم عندك كم سنة؟ عندي 9. عندك 9 ولا 10؟ 10. ايه في سنة ضاعت من عمرك واحنا واقفين. 9 ولا 10 يا ابني؟ 10. اخر كلام 10 عشان خاطري. ماشي اوكي. بتحبي تعمل ايه بقى؟ بحب العب سباحة. يا ولد سباح يعني؟ باين على لون البشرة القمر. ماشي. ماما؟ انعام عبد السميع. اهلا وسهلا. محاسبه ارقام. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. جاهزه تلعبي معانا النهارده وتحط بقى الارقام والحسابات على جنب؟ هنحاول. ماشي. بابا انا اسمي رزق عبد التواب. انا بشتغل موظف استقبال في اوتيل. وعندي 38 سنه. اهلا وسهلا. جاهزين تلعبوا يا جماعه؟ ان شاء الله. جاهزين قوي يعني؟ باذن الله. ماشي. انتوا منين بقى؟ هم من اسكندريه. انتوا منين اصلكم؟ منين؟ القاهرة أصلاً. فيوم. فيوم. أه. أجدع ناس. عندنا اسكندرية وفيوم وحاجة تجنن وأمرايا. يلا بينا على طول نبتدي رحلتنا السعيدة إن شاء الله. وأحب أعرف أنتوا متعرفين على بعض قد إيه. هبتدي أسأل بابا إسماعيل على أيلا. إيه أكتر لون أيلا بتحب تتصور بيه بما إنها موديل؟ أيوة يا بابا. بص بصلك إزاي؟ البينك وساعات الجرين. البينك والجرين؟ ده بجد الكلام ده؟ ما بحبش الجرين قوي. ما بتحبش الجرين قوي يا بابا، بينك بس. بس البينك. ماشي. رزق قول لي ايه اكتر جيم بيلعبها تميم؟ بيحب يلعب بلاي ستيشن، بيحب يلعب كوره. كوره فيفا يعني؟ اه فيفا. هتورينا نفسك النهارده يعني؟ ماشي ماشي. ماما قولي لي ايه اكتر حاجه بتضايق آسر من صحابه؟ ان هو حد يغلبه. ما بيحبش الهزيمة خالص. بس الكلام ده مش عندنا النهارده خالص يا استاذ آسر. عارف الكلام ده؟ احنا جايين نتبسط. هنخسر في حاجات، هنكسب في حاجات، عادي جدا. المهم نقضي وقت حلو. اوكي؟ اوكي بجد؟ اوكي. ماشي. ماما قولي لي على سليم، قولي لي اكتر واحد صاحبه بيحب يلعب معاه دايما مين؟ جمال صاحبه في المدرسة. جمال؟ اسمه جمال؟ لا محمد وليد اكتر. اسمه محمد وليد. ما هو اصل جمال كان ليه. معلش جمال كان زمان. انت مش متابعه يا ماما، نتابع بقى. طيب قول لي انت انت قول لي يا اسر، بابا مين اكتر حد بيكلمه في التليفون؟ ماما. ماما؟ اه ما بيكلمش حد. لما بيكلم حد بيكلم ماما. اوكي. تميم قول لي مين اكتر حد بابا بيكلمه في التليفون؟ صحابه في الشغل. صحابه في الشغل؟ ماشي. طب انت قول لي انت بقى، ماما مين اكتر حد في اصحابها من الشغل؟ صحابها؟ اه من الشغل. معرفش. طنط مين؟ طنط جهاد. طنط جهاد؟ صح. قول لي انت بقى، مين اكتر حد من صحاب ماما بتقعد تعمل معاه تشاتنج؟ نهاد. اوكي. ما مفكرش 3 ثواني حبيبي. طب انت قولي لي بقى، بابا بيشجع فريق ايه؟ آسر. ما هو بيشجع فريق آسر كده كده، بس فريق كرة ايه؟ الزمالك. زمالك. يا ماما كنت بسألها هي. طيب خلاص. ماشي اوكي. طيب